السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتي مشاهدي متابعي قناة بلاد الفضائية أينما كنتم، ونحن نضرب معكم موعدا جديدا في برنامجكم للإصلاح عنوان. بالتأكيد دائما وأبدا هذا البرنامج بقلبه ولسانه قريب من كل الأحداث العراقية الساخنة، نقترب منها بحيادية، نطرحها على طاولة النقاش، وبالتالي نستمع لكل ما يجول بخواطركم، لكل هذه الثقافات، لكل الكلمات العراقية الصادقة والصادرة من قبلكم أزاء تلك العناوين، تلك الأحداث المهمة اللي يلهج بها لسان البرنامج دائما وأبدا. اليوم بالتأكيد اليوم راح نتحدث عن الحدث الأبرز في هذا اليوم، دخول المتظاهرين إلى الخضراء، وكذلك اقتحامهم مجلس النواب، قاعة مجلس النواب العراقي، وكل الأحداث المضطربة، كل الأحداث الحساسة، كل الأحداث القوية والمهمة سوف نتطرق إليها في حلقة هذا اليوم من برنامجكم للإصلاح عنوان. بالتأكيد ما يختلف اثنين أنه اللي يمر به العراق في الجانب الأمني والسياسي والاجتماعي والرياضي بالتأكيد يكتنفه الكثير من الأخطاء والمنغصات، ودائما وأبدا نقول ترى يابا في هذه المعركة الخاسر الوحيد هو المواطن العراقي، يدفع ضريبة انقطاع تيار الكهرباء المستمر، وهو أمام شظايا المفخخات، وأمام حقد الحاقدين والمارقين، وكذلك الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. وأيضا يعني نؤكد مرارا وتكرارا في كل حلقات برنامجكم للإصلاح عنوان، من حق المواطن وكما أشار إلى ذلك الدستور العراقي وبكل وضوح، التظاهر حق من حقوق الشعب العراقي، ولكن كما يقال بشرطها وشروطها، على أن يكون هذا التظاهر سلمي وهادف، وأن لا يتحول إلى يد عابثة في المال العراقي والممتلكات العامة. احنا يعني ما ان دخل المتظاهرون الى المنطقة الخضراء، حتى شاهدنا بعض القنوات الإعلامية بين قوسين صفراء الحاقدة على العراق بدت تبث سمومها، وبالتالي الزيف الحقائق. يعني اول خبر سمعناه انه الأمم المتحدة تعلن اغلاق كل مكاتبها ومقراتها في بغداد، ولكن ما هي الا دقائق حتى اعلنت الأمم المتحدة على ان يعني لا صحة لمثل هذه الاخبار الكاذبة والمزيفة. كذلك احدى الفضائيات بين قوسين عراقية، وهي من الظلم والبهتان نطلق عليها تسمية عراقية، تتحدث على ان هذه الثورة هي ثورة الجياع، وان الحكومة ارادت تجويع الشعب العراقي. فيعني محاولات مستمرة من قبل هذا الاعلام لدس السم بالعسل، وبالتالي تزييف الحقائق وإعطاء صورة مغايرة لحقيقة ما جرى ويجري في داخل المنطقة الخضراء. أيضا هناك بعض الممارسات وبعض الأخبار التي تتحدث، يعني هناك مصادر استخباراتية تتحدث على أو تدور حول موضوع مهم جدا، أن في داخل المتظاهرين عناصر مندسة هدفها تخريب الممتلكات العامة، سرقة المال العام، ويرجعون العراق إلى صورة الناهب، صورة السارق للأسف الشديد، مثل ما حدث في عام 2003. أيضا كثير من الأخبار وكثير من المحطات التي سوف نتوقف عندها في حلقة هذا اليوم، وما أعرف هواتف البرنامج. عمر العامري ما شاء الله، قبل لا أقول هواتف البرنامج جاهزة وراح تظهر في أسفل الشاشة. عمر العامري مراسل قناة بلادي الفضائية من داخل المنطقة الخضراء، أهلا ومرحبا بك زميلي عمر العامري. أهلا حسام. بدءا كيف تصف لنا الأجواء الآن في المنطقة الخضراء بعد دخول المتظاهرين إليها؟ في داخل المنطقة الخضراء
الآن أعداد كبيرة من المتظاهرين يحيطون بمجلس النواب ويدخلون إلى مجلس النواب. الآن يعني ما يقارب الآلاف من المتظاهرين والمحتجين لا زالوا مستمرين في احتجاجهم على ما يجري من أوضاع سياسية متدهورة، خصوصا بعد تأجيل جلسة البرلمان إلى الأسبوع المقبل من هذا القرار جاء من قبل رئاسة البرلمان. هناك يعني أعداد كبيرة الآن تدخل من منافذ الخضراء، من منفذ الخضراء من قرب كرادة مريم وأيضا من الحارثية. هناك لجان تنسيقية تقوم بتوزيع المتظاهرين وأتباع التيار الصدري بالدخول إلى منطقة الخضراء من منافذ مختلفة. الآن تجري الاتصالات من قبل اللجان التنسيقية من قبل التيار الصدري بأتباع التيار الصدري من المحافظات ليأتوا إلى بغداد ومن ثم يدخلوا إلى المنطقة الخضراء لتوسيع نطاق احتجاجهم على ما يجري من تسويف لعملية الإصلاحات كما يعتقدون ويظنون. حسام، أيضا كيف تتحدث زميل عمر عن مطالبة بعض الشخصيات العراقية المهمة للسيد مقتدى الصدر بإصدار بيان من أجل تدارك الأوضاع الراهنة؟ نعم حسام، أنا التقيت بعدد كبير من المتظاهرين، أكدوا أنهم لم يتسلموا أي قرار من السيد مقتدى الصدر بالدخول إلى الخضراء ولم يحصلوا على الإذان بالدخول إلى المنطقة الخضراء. السيد مقتدى الصدر كان واضحا في كلامه وفي خطبته وفي موقفه أنه يعتكف لمدة شهرين، وبالتالي ترك القرار للشعب والمتظاهرين من أتباعه. التيار الصدري استغل هذه الفرصة، اعتكاف السيد، واستغل إناطة هذا القرار بالشعب ودخلوا إلى المنطقة الخضراء دون أي يعني مسوغات، خصوصا بعد دقائق من سماعهم لخطاب السيد مقتدى الصدر. وبالتالي كانت هذه فرصة ينتظرونها، خصوصا وأنهم كانوا يعتصمون ويتظاهرون لأشهر في الأشهر الماضية. الآن الأجواء يعني في المنطقة الخضراء مربكة بالنسبة لبعض السياسيين الفاسدين، خصوصا وأن هناك هتافات وشعارات تندد بالفساد والمفسدين والمحاصصة. الآن هناك هتافات تردد من قبل المتظاهرين تستهدف الفاسدين في الحكومة العراقية وأيضا في البرلمان. حسب معلوماتي الآن لا توجد أضرار مادية ألحقت في مبنى مجلس النواب. هذا واضح، هذا واضح الزميل عمر، ولكن فيما يخص الحديث عن دخول بعض المندسين داخل أجواء التظاهر. نعم طبعا هذا لا يستبعد في هذه التظاهرات. هناك لجان تنسيقية التقيت بها، أكدوا أن أنهم يعملون جاهدا لمنع حدوث أي خروقات أمنية وأيضا لمنع دخول المندسين بينهم واستهداف ممتلكات الدولة وأيضا المؤسسات الحكومية، خصوصا وأن في المنطقة الخضراء الكثير من المؤسسات الحكومية المهمة هي مجلس النواب ومجلس الوزراء وأيضا هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني وغيرها من المؤسسات المهمة. وبالتالي الحفاظ على ممتلكات الدولة هو عنصر أساسي لدى المتظاهرين كما يؤكدون، لكن وجود المندسين يؤكدون أن هناك وجود بينهم، لكن الفرصة لم تسمح لهم حتى الآن بالتدخل في هذه الأمور، خصوصا نعم. أن هناك زميل عمر العامري، ابقى معي في حلقة هذا اليوم من برنامج الإصلاح عنوان، وبالتالي ننتقل إلى الأستاذ الدكتور أنور الحيدري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. أهلا ومرحبا بك أستاذ أنور. هل تسمعني أستاذ أنور؟ ألو، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأستاذ أنور الحيدري. مرة ثانية راح أرجع لزميلي عمر العامري مراسل قناة بلاد الفضائية المبدع وهو متواجد
داخل المنطقة الخضراء وبالقرب من كل المتظاهرين. بالتالي مرة أخرى أستاذ زميلي عمر، نعم، أرجع والحديث عن الدور السلبي الذي أظهرته بعض القنوات الإعلامية المغرضة، وهي تتحدث عن مواضيع لا علاقة لها بالحقيقة ولا بالمصداقية. هناك قناة فضائية تحدثت قبل قليل على أن الأمم المتحدة أعلنت إغلاق كل مقراتها في العاصمة العراقية بغداد، ولكن ما هي إلا دقائق حتى تحدثت الأمم المتحدة أنه يعني لا علاقة بما تتحدث به هذه الفضائيات بالصدق والمصداقية، فإن مكاتب الأمم المتحدة مفتوحة. كيف تتحدث عن هذا الدور السلبي الذي تمارسه بعض القنوات الإعلامية؟ نعم حسام، يعني هناك بعض القنوات تقوم بالتصوير لكن في الخفاء، ليس في بشكل واضح. يعني كانت هناك قناة البغدادية، كان هناك استهداف من قبل المتظاهرين لكادر قناة البغدادية باعتبارها تسوق الأخبار وتنقل الأمور بشكل غير واقعي، وبالتالي هذه على يعني هذا الأمر على شكلة الكثير من القنوات الفضائية التي تعلن ما لم يعني يحدث بين المتظاهرين ومن قبل المتظاهرين. الذي يحدث أنا الآن بينهم وأضعك في الصورة هو أن هناك يعني بعض النواب البرلمان لم يستطيعوا الخروج من مجلس النواب، خصوصا بعد إعلان رئيس مجلس النواب عن انتهاء الجلسة. كانوا متواجدين في أروقة مجلس النواب، لم يستطيعوا الخروج، وبالتالي قطعت الطرق عليهم، وبسبب الكثافة العددية للمتظاهرين الذي حدث هو أن بعض النواب تعرضوا إلى استهدافات من قبل المتظاهرين أو ما يسمى يعني المندسين، خصوصا وأن هناك يعني هذا الأمر قلنا أنه لا يستبعد من قبل بعض الجهات التي تحاول استهداف النواب. يعني سمعنا أنه هناك اعتداء بالضرب من قبل بعض المتظاهرين لنائب عمار طعمة وأيضا لنائب آخر. نعم. يعني هل توقف الاعتداء لهذين البرلمانيين فقط؟ نعم. أم أيضا طال الاعتداء إلى شخصيات برلمانية أخرى؟ أنا كنت قريب من النائب عمار طعمة، استهدفوه للحقيقة وللأمانة، استهدفوا النائب عمار طعمة رئيس كتلة الفضيلة داخل مجلس النواب، حطموا سيارته وانهالوا عليه ضربا. أيضا هذا الأمر طال النائب عن التحالف الكردستاني أشواق الجار، هناك يعني كان رمي الحجار عليها من قبل بعض المتظاهرين لكن اللجان التنسيقية منعتهم. الآن هناك لجان تنسيقية تقوم بإخراج ما تبقى من نواب البرلمان في داخل المجلس بالإحاطة بهم بطوق من المواطنين، واللجان التنسيقية تفرض طوق على النائب ومن ثم تخرجه بصعوبة قبل. نعم. شكرا لك، شكرا لك زميلي عمر العامري. ابقى معي زميل عمر العامري، دعني انتقل مره اخرى للاستاذ انور الحيدري استاذ العلوم السياسيه في جامعه بغداد. يا رب الاتصال ما راح ينقطع. اهلا بك استاذ انور. اهلا وسهلا بك وبمشاهديكم الاكارم. يعني من حق الجميع ان يتظاهر، من حق الجميع ان يعترض، من حق الجميع ان يوجه رسائل شفافه وهادئه الى الحكومه من اجل تقويم الاعوجاج الموجود في مفاصل عملها، لكن ان يقوم البعض بضرب النائب عمار طعمة ونائب آخر في البرلمان، أعتقد يجب أن نتوقف عند هذه المحطة ونستمع لما يجول بخاطرك أزاء هذا الاعتداء. الموضوع من جانبين يتكون، الجانب الأول هو اقتحام المتظاهرين لمجلس النواب، هذه هي نهاية طبيعية للنظام السياسي، والنظام السياسي في العراق قد انتهى على الطريقة الأوكرانية. أما موضوع الاعتداء على أي كان فهو أمر مدان تماما، ليست هذه هي من أخلاق التغيير السلمية. يضاف إلى ذلك أن شخصية النائب عمار طعمة بغض النظر عن مواقفه السياسية ومواقف كتلته التي انزاحت نحو التحاصص مؤخرا، هو شخصية محترمة على المستوى الشخصي، وبما أشهد به أنا شخصيا النائب عمار طعمة ليس من أولئك الذين سرقوا أو ابتزوا أو أثروا على حساب المال العام،
النائب عمار طعمه هو من بين القلائل الذين يعدون على الأصابع الذي لا يملك سكن خاص مستقل به. النائب عمار طعمه هو من بين القلائل الذين يعدون على الأصابع ممن يأخذ راتبه ويوزعه على كثير من الفقراء. هذه معلومات شخصية لربما حتى هو لا يقبل أن أسربها. وبدلالة وجوده بين المتظاهرين لو كان يخشى أو أن عليه مسؤولية جنائية أو أخلاقية أمام الشعب لكان قد فر كما فر الآخرون وكان يلتجئ إلى أحد السفارات كما سمعنا. أيضا يعني عذرا للمقاطعة أستاذ أنور، مصادر استخباراتية عراقية تحدثت عن وجود بعض المندسين داخل أجواء التظاهر داخل المتظاهرين، وبالتالي هم ينوون بالقيام بأعمال تخريب والاعتداء على البرلمانيين وكذلك تخريب الممتلكات العامة. كيف تتحدث عن هذا؟ في مثل هكذا أجواء لا يمكن استبعاد مثل هكذا خطر، لذلك حذرنا تكرارا ومرارا من أن أمن البلد فوق التحاصص، لكن المتحاصصين استمروا على رؤيتهم أملا في أن يبتعد الشعب العراقي عن ثورته. ليس هذا هو فقط، هنالك من هم أخطر من المندسين، هنالك من يريدون بالعراق سوءا، هنالك من يريد أن يهجم على كافة مؤسسات الدولة ويوغل فيها حرقا وتدميرا بما يضر البنى التحتية للعراق وللمواطن العراقي. هنا يفترض أن يكون العامل على نقطتين أساسيتين: يقظة الأجهزة الأمنية وابتعادها عن السلطة السياسية أيا كان شكلها، ووطنية المواطن العراقي الذي يفترض أن لا يسمح بمثل هكذا سلوكيات لأي جهة كانت مندسة داخلية أم خارجية. أيضا يعني بوجود قانون السلامة الوطنية يجيز لرئيس الوزراء العراقي بإلغاء البرلمان وإلغاء الحكومة برمتها، وبالتالي تشكيل حكومة إنقاذ وطني من أجل السلامة الوطنية. هل تعتقد سوف يتحرك السيد العبادي وفق ذلك؟ هذا الموضوع أيضا فيه عدة زوايا. من زاوية السيد العبادي كلما تعطى صلاحية له لا يحسن استخدامها، هذا من جانب. السبب؟ من قضايا شخصية، يعني هو ليست لديه تلك المهارة الشخصية. الموضوع يتعلق بعلم النفس، ليست لديه، وبالمنهج السلوكي ليست لديه تلك القدرة على قيادة الدولة في مثل هكذا أزمات. هذا جانب. جانب آخر، لنتذكر أن موضوع إنهاء العملية السياسية وتعطيل البرلمان وفق النموذج الأوكراني وتشكيل حكومة طوارئ وتعطيل العمل بالدستور هو المشروع الأمريكي الذي خطط له جو بايدن وجاء أخيرا ليعلن بداية تنفيذه. إذن نحن مقبلون على مرحلة انتقالية يتم بعدها إعادة رسم خارطة النظام السياسي في العراق وخارطة شكل الدولة العراقية وفق ما ينسجم بالرؤية الأمريكية، بعد أن فشلت الرؤية الأمريكية لعام 2003 وفشلت الرؤية العراقية التي كانت معدومة بالأساس. يعني أستاذ أنور، يعني أفهم من كلامك أنه هذا أمر دبر بليل؟ ليس بليل، بل كان بنهار. والأمريكان أعلموا أكثر من مسؤول أمريكي بأنكم قد فشلتم في إدارة الملف وعليكم أن تنتقلوا إلى صيغ حكم أخرى. والتقى المسؤولون لكنهم لم تكن لديهم تلك الرؤية السياسية. أما مشروع بايدن فهو ليس مشروعا سريا، المشروع معلن عنه، والقوات التي تعمل الآن في العراق تعمل عليه منذ مدة. العام 2016 عام التحرير والتغيير، وذكرنا ذلك مرارا، سيحرر العراق من داعش وسيتغير النظام السياسي. الرؤية الأمريكية التي أخفقت خلال المدة 2003-2005 والمشروع العراقي الذي أخفق خلال المدة 2003-2016، آن الأوان لبدء مرحلة جديدة من شكل نظام الحكم تمتد من عام 2016 إلى عام 2018 لتوصل البلاد إلى رؤى وتصورات جديدة وفق شكل نظام جديد تكتمل ملامحه في العام 2030. من القلب أتقدم بالشكر الجزيل لك أستاذ أنور الحيدري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. شكرا جزيلا لك، وأنت تنضم معنا وبشكل مباشر في حلقة هذا اليوم لصلاة عنوان والحديث عن المتظاهرون في الخضراء. أيضا أحبتي مشاهدي متابعي حلقة هذا اليوم والحديث عن المتظاهرون بعنوان المتظاهرون في المنطقة الخضراء، أيضا وبشكل مباشر ينضم معي وعبر الأقمار الصناعية سيادة العميد عبد الكريم خلف. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بك، مرحبا. بدءا نتحدث عن عمليات بغداد، قبل قليل تحذر
من هجمات مباغتة من قبل داعش على العاصمة بغداد، وبالتالي أيضا تؤكد على أنها أو القوات العراقية تصد هجوما قرب أبو غريب. مثل هذه التحذيرات ومثل هذه الحقائق في خضم هذه الأحداث والتحولات الخطيرة التي يشهدها البرلمان العراقي المنطقة الخضراء القبة السياسية برمتها، كيف تتحدث؟ شكرا جزيلا. أولا يجب أن لا نقوم بتخويف الشارع، يعني الشارع العراقي ليس كله متظاهر. الشارع العراقي ربما الآن العراقيون جميعا متضامنون مع المتظاهرون في دورهم في بيوتهم في الشوارع، وعلى قيادة عمليات بغداد أن لا تلجأ إلى أساليب التخويف. الآن يعني هي تقوم بمهمة جسيمة وهي حماية المتظاهرين، حماية بغداد. داعش نعم تلجأ إلى استغلال الأزمات والنفاذ منها بالقيام بعملية انتحارية بحزام ناسف وما إلى ذلك. يعني اليوم قامت بجريمة كبرى في منطقة النهروان عندما فجرت شاحنة فيها 3 أطنان من المتفجرات على الزوار. هذه هي داعش، داعش يعرفها العراقيون جيدا، وهي لن توقف أبدا ما يحصل الآن. ما يحصل هو إرادة عراقية قد ينتقدها البعض، قد يكون بعض معها، قد تكون هناك ملاحظات على الأداء، ولكن على العموم يعني من دفع الشارع إلى هذا التحدي واضح من هو، وعلى الأخوة في قيادة عمليات بغداد أن لا يكونون جزء من قضية يعني السياسة في التعاطي مع القضية الأمنية. نعم سيادة العميد، يعني قبل قليل وباتصال هاتفي عبر الأقمار الصناعية عبر الأثير عفوا مع الأستاذ أنور الحيدري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، تحدث على أن هذا هو أمر دبر. أنا قلت له بليل، قال لا هذا بنهار وهو جزء من مخطط جو بايدن. تفضل. يعني احنا دائما كل السياسيين الأخوة اللي مهتمين بالشأن السياسي يلاحظون أن السياسيين بمختلف طبقاتهم قد أغرقوا الشارع العراقي بتنظيرات كبيرة، يعني وأصبح الجو مشحون بهذه التنظيرات، لا وجميعهم بارعون في يعني تصدير هذه التنظيرات وفق نظرية المؤامرة. الكل يعني يمارس دوره في قضية الإقناع وتسويق رؤية الكتلة السياسية التي ينتمي إليها، والعراق ضاع في بحر متلاطم من هذه التنظيرات. نعم سيد أنور هو مختص في الشأن السياسي ورؤيته محترمة، وجزء كبير مما قاله صحيح وحقيقة هي هذه. العراقيون السياسيون العراقيون لم يمتلكوا إرادتهم، وبهذا الشارع رأى أن الإرادة السياسية التي لا تمتلك القرار في تسيير شؤون البلد والمضي به نحو الأمان يجب أن تكون هنا زمام المبادرة تنتقل من يد السياسيين إلى يد الشارع. وهذا جزء مما حصل اليوم. يعني التيار الصدري معروف وتيار جماهيري واسع جدا وله مؤيدون من خارج التيار، والسيد مقتدى الصدر كان متدرجا في طلباته، واليوم البرلمان لم يحترم الشعب العراقي، لم يحترم الشعب العراقي ولا إرادة الشعب العراقي، وأجلوا الجلسات وكأنهم يعني الآن يمارسون دورا في سن اتفاقية البحار أو ما هذه الاتفاقيات التي لا تغني من جوع. وأيضا عضوية العراق في اتحاد الأسماك وما شاكل، يعني يضحكون على الشعب العراقي بطريقة يعني مبكية. ولهذا اليوم زمام المبادرة، يعني هذه نهاية طبيعية للبرلمان العراقي بدخول المتظاهرين إليه؟ أنا أعتقد يعني هذا الأمر هذه المرة لو تراخى التيار الصدري والمتظاهرون في عدم التشديد على البرلمان والضغط عليه لمساندة الدكتور العبادي في تمرير كابينة، على أقل تقدير تضع يعني خطوة في مشروع الأمل والذي تليه إصلاحات أخرى في تدمير الدولة العميقة التي مارست التخريب على هذا البلد، سوف لن تقوم للعراق قائمة وسيتشظى وستكون هناك ربما يعني جماهير غاضبة تخرج عن السيطرة، ويصبح العراق يعني من الصعب إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، وسيرتفع سقف المطالب إلى قضايا ربما سوف يعني تكون حلم مرعب لكل السياسيين. الآن يعني اللي جرى اليوم من الواضح أن دخول متظاهرين إلى المنطقة الخضراء
ودخولهم إلى مبنى البرلمان مباشرة هو رسالة على أن الجميع لم يكن راضيا على أداء البرلمان. لا زال بعض الكتل تفكر أنها يجب أن يستجيب الشارع لها بأن هي ترشح الكابينة الوزارية ويقدمون اعتراضات وملاحظات، وهذه الاعتراضات والملاحظات هي ليست حقيقية، هي مجرد تعويق لإعادة الفوضى إلى العراق. جزء من العراقيين أصبحوا أداة لتدمير العراق، يعني أداة يعني وضع هذا الشحن الجماهيري في موضعه الآن، يعني بدون أن يدركوا ذلك. يعني العراقيين من حركهم اليوم؟ حركهم هذا الأداء السيء للبرلمان. يعني الرئيس الوزراء حيدر العبادي قدم ما عليه، جاء بالكابينة الوزارية، ولكن هؤلاء يرفضون ويضغطون عليه وقدم كابينة أخرى وقدم، والرجل يعني ماذا يفعل؟ إذا كانت هذه الكتل مختلفة في رؤاها، مختلفة في طريقة معالجتها للأزمة، ومختلفة أيضا في النظر إلى يعني ما يريده الناس. الشعب العراقي بأكمله الآن يرفض المحاصصة، والدستور يرفض المحاصصة، والقانون يرفض المحاصصة، ولكن يظهر لنا فلان يريد نسبة 20%. لماذا هذا الإصرار العجيب الغريب المريب من كل يعني من كل أطراف العملية السياسية في العراق على التمسك بمبدأ المحاصصة ورفض ما يريده الشارع العراقي الشعب العراقي؟ الدستور على علاته هو ليس فيه محاصصة، على علاته لا توجد أي فقرة أو حجة قانونية يتكي عليها هؤلاء بتمرير قضية التوازنات والمحاصصة وما إلى ذلك. الدستور قال بصريح العبارة تصير انتخابات، والانتخابات فيها كتلة أكبر، الكتلة الأكبر ترشح رئيس وزراء، هو يختار كابينته وتطرح للتصويت مع البرنامج الحكومي. أما هذه التوازنات والمحاصصة هذه غير موجودة، اخترعها هؤلاء، اخترعوا التوافق. والتوافق بمعنى أن أقلية مثل الأخوة الكرد اللي عددهم 11%، أقل من 11%، يفرضون فيتو على 90% من الشعب العراقي وما يمررون أي قانون. هذه أي دولة تحترم نفسها تحكمك 10%؟ وين موجودة؟ وين وصلونا؟ إلى أي مرحلة وصلونا الآن؟ يعني العراقيين الآن عندما يتحدثون السياسيين أمامهم عن مكونات، مكون 16% يقول أنا 40%، زين بكيفك شنو اللي استندت عليه أنت ب 40%؟ ما هي الحجة؟ هل هناك يعني إحصاء موجود؟ عدد المحافظات أيضا، يعني دعني بهذه المداخلة سيادة العميد، وأنا أشكرك وأنت تتحدث عن هذا الموضوع. كل طرف من أطراف العملية السياسية المتناحرة المختلفة فيما بينها تتحدث على أنها هي صاحبة المشروع، مشروع التغيير في الإصلاح بعد التظاهر والحراك الشعبي، وهي التي الوحيدة التي لها الحق في إصدار هذا القرار أو ذاك دون تدخل الطرف الآخر. وبالتالي كل طرف في العملية السياسية يقول يابا ترى أنا صاحب المشروع، مشروع التغيير والإصلاح. وين الحقيقة في خضم هذه التناقضات وتزييف الحقائق؟ الحقيقة أن كل اللي اشتركوا بالعملية السياسية وأوصلوا البلد إلى هذا الدمار والألف مليار اللي ضاعت هم مشتركون في سرقتها ونهبها وتدمير البلد. وما حصل الآن الجميع يشترك به بنفس الطريقة التي اشترك فيها في المحاصصة، كل واحد ونسبته. يعني نسبة أي طرف كان من التحالف الوطني نزولا إلى الأيزيديين، الكل اشترك في هذا، كل الفئات والمكونات التي لديها وزراء وبرلمانيين هم شاركوا في تدمير البلد وليس لديهم مشروع. المسؤول عن كل هذه الفوضى هو التحالف الوطني. التحالف الوطني يملك 183 نائب، كان عليه أن يمرر كل القوانين اللي يريدها وليساهم باستقرار البلد، وأن يكون هناك عودة متدرجة للحياة السياسية الطبيعية بلا استثناءات. الاستثناءات أصبحت أكثر من القوانين في العراق، وبعض الاستثناءات التي وضعت بأيدي السياسيين خربوا فيها البلد. ما سموا العراق ودولة العراق بدولة القانون، دولة هذه شعارات فقط، هذه يافطة مكتوبة على كل مؤسسة، ولكن في الجانب البراكتيكال العملي هي ليست موجودة إطلاقا. هي دولة استثناءات، كلها استثناءات، تمشي بالاستثناءات. يعني لاحظ أن 8 سنوات قطعة أرض تمنح لعراقي يصادق عليها رئيس وزراء. يعني كيف هذا؟ كيف يعني المبدأ الماشي في كل العالم
في كل العالم أن الصلاحيات توزع لكي تمضي الدولة وتكون مرنة بالتعامل مع مواطنيها. وضعوا سيستم معقد في قضية معالجة الاستثمارات، والاستثمارات كانت بين 30-40% بالميزانيات العراقية الانفجارية، واختفت كل هذه الأموال ولم نحصل لا على كهرباء ولا خدمات ولا مجاري ولا مياه أمطار ولا وظائف، والبلد بدأ يحبو وأحيانا يعني يقع وكأن البلد مشلول، يعني مشلول لا يتحرك خطوة بأي اتجاه، يمين يسار أمام خلف، والبلد أصبح بلا حراك بالفترة الأخيرة. وبعد دخول داعش أصبح البلد الآن بلا ميزانية. السعودية تتحدث عن ميزانية بإنشاء يعني وضع ميزانية لل 2020-2030 ب 2000 مليار دولار، احنا بعشر سنين حصلنا هاي الألف مليار بس ضاعت من ايدينا. الناس راح تسيطر على اقتصاد العالم والديرة، واحنا الان لا نستطيع ان نعطي رواتب لمواطنينا. يعني ايضا سيادة العميد، يعني وصلني للتو خبر عاجل من مطار بغداد، حركة الطيران طبيعية جدا وليس هناك اي مسؤول عراقي غادر العراق او حاول مغادرة العراق. شينطينا هذا من تصور؟ لا هي ما وصلت الأمور إلى هذا المستوى طبعا. أكيد أولا التيار الصدري تيار منضبط وجماهيره منضبطة وتأتمر بأوامر قادته بشكل مباشر، والسيد مقتدى الصدر يعني عندما أكمل بيانه كانت هناك حركة منظمة منضبطة غير منفلتة، ولا أتوقع انفلات يعني يحصل في هذه القضية. هناك توجه للضغط على البرلمان، سيد سليم الجمهوري يناشد السيد مقتدى الصدر بإخلاء البرلمان من المنطقة من المتظاهرين، وأنا كنت أتمنى أن يناشده بأن يفسح المجال البرلماني للعودة لكي يصوتوا على الكابينة ويتخلوا ولو سنة ونصف أو سنتين عن وزرائهم اللي راح يرشحوهم، حتى يعني على أقل تقدير نوقف السرقات بحق المال العام من قبل هذا الوزير أو ذاك المنتمين للكتل، ويفسحون المجال للعراقيين بخطوة أولى لكسر المحاصصة والعودة مجددا إلى مسار سليم بالعملية السياسية، مو يدعو إلى إخلاء البرلمان وأخلوا البرلمان وبعدين يعني بعد إخلاء البرلمان ماذا سيحصل. هؤلاء جاءوا بمطالب، عليك أنت كممثل يعني رئيس ممثلي الشعب العراقي أن تستجيب لطلبات الناس، وأنت رئيس برلمان مثل الشعب العراقي الجانب التشريعي اللي هو الآن هو يفترض الحكم الأول في الدولة، اللي أنت الآن كبرلمان وتمثل البرلمان الحكم بين الناس وبين الدولة، أنت الرقيب وأنت اللي شرع القوانين، كيف يعني هذه الدعوة البسيطة مجرد إخلاء بناية البرلمان؟ يعني هذا 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 موضوع. نعم سيادة العميد، أيضا العميد سعد معا قبل قليل العبادي أمر بالتصدي لأي محاولة للاعتداء على الممتلكات العامة. أعتقد هذا أمر بجدية بشجاعة بحرص، ويشعرك فعلا أنه السيد حيدر العبادي يعني بدأ ينطينا رسالة بأنه فعلا بدأ يواجه ولو بشكل نسبي وقليل جدا الأزمة. كيف تتحدث؟ لا أنا أضيف له يعني مو فقط الممتلكات العامة، العامة والخاصة. يعني بالتأكيد هم المتظاهرون لم يأتوا لغرض السرقة أو تدمير البنية التحتية للبلد، جاءوا بمطالب ودخلوا بانضباط وكانوا متظاهرين لأسابيع شاهدناهم، لم يظهر أي انفلات من هؤلاء. ومن حق الدكتور العبادي بصفة القائد العام قوات مسلحة أن يضع يعني بعض الأمور التي يعني تسمى وقائية، وقضية الأمن، الأمن الوقائي هو أهم يعني فرع من أفرع الأمن لكي لا تنفلت الأمور، فيما إذا حصل بعض المندسين بين المتظاهرين أن قاموا بأي عمل لجر المتظاهرين لعمل مماثل، بالتأكيد هذا عمل صحيح من أجهزة الأمن وأجهزة الجيش أن تحمي ممتلكات الدولة وممتلكات المواطنين، وأن يكون التظاهر في حدود التعبير عن الآراء والضغط على الجهات الصانعة للقرار السياسي لكي تكون بمستوى المسؤولية. نعم يعني أنا أعتقد الآن سيستمر الضغط، والقوات المسلحة ستبذل المزيد من الجهود الذي يبذل الآن
والذي يقع على كاهل القوات الأمنية والقوات المسلحة وزارة الداخلية والدفاع كبير جدا، وهو ربما حتى أكبر من قابليات التحمل، ولكن يعني هم أبناء العراق اللي اختبرهم البلد منذ يعني أن دخل داعش، ولحد الآن يقاتلون في الداخل والخارج ويحمون المتظاهرين وقاموا بواجباتهم كما يجب، وتحية شكر وتقدير لهم. طبعا كل العراقيين يقدرون هذه المسؤولية الجسيمة، وبالتأكيد هو قرار طبيعي يتخذ. نعم سيادة العميد، أنا أشكرك وأنت يعني تغني هذا المحور بهذه المعرفة وهذه الدراية، شكرا لك. ولكن أيضا دعنا ننتقل إلى محور مهم جدا، يعني بوجود قانون السلامة الوطنية الذي يجيز ويتيح لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن يلغي البرلمان ويلغي الحكومة العراقية برمتها، وبالتالي يضع حكومة إنقاذ وطنية وفق من أجل السلامة الوطنية، هل تعتقد أنت سيادة العميد أنه الدكتور حيدر العبادي سوف يشتغل على هذا القانون؟ طبعا لا، ولكن لو كان يعني هناك شخص آخر محل الدكتور العبادي لفعلها. ليش سيادة العميد رأسا أنت قلت طبعا لا، نضعها بين قوسين، نضعوها بين قوسين عفوا. الدكتور العبادي لم تكن خلال الفترة الماضية قراراته حاسمة وحازمة، ولم يكن يعني في كثير من الملفات التي ظهرت لم يخف أعداءه، ولم تكن قراراته جريئة إلى هذا المستوى. يعني كان هناك مرجعية خلفه، شعب خلفه، أمم متحدة، مجلس أمن، العالم كله خلفه، حتى المريخ كان خلفه، وكان بإمكانه أن يتخذ قرارات جريئة في نقل البلد من يعني وتجنب ما يحدث الآن، ولكن لم يتخذ هذه القرارات. اليوم إذا كان يعني السيد العبادي قادرا على اتخاذ هذا القرار، فبالتأكيد سيكون كل العراقيين خلفه، و يعني هذه الخطوة كثير من العراقيين الموجودين الآن يعني في الدولة العراقية ربما لو كانوا محل العبادي لا بدون تردد ربما أخذوا هذه الخطوة. البرلمان الآن أيضا في خبر عاجل سيادة اللواء، بدء انسحاب المتظاهرين من داخل البرلمان والمنطقة الخضراء. يعني من البرلمان بس من المنطقة الخضراء لا أعتقد، يعني كان عدد كبير جدا من المتظاهرين داخل المنطقة الخضراء. أنا دا أقول بدء الانسحاب، هسه ما انسحبوا بشكل تام. احنا هسه من البرلمان، من داخل البرلمان ممكن، لكن من المنطقة الخضراء إذا انسحبوا من المنطقة الخضراء فأعتقد الأمور ربما يعني ستذهب إلى يعني فشل المتظاهرين في الحصول على ما يريدون. يعني أنت تطالب ببقاء المتظاهرين داخل المنطقة الخضراء؟ نعم، وزيادتهم للضغط على البرلمان لكي يقوم بواجباته تجاه الشعب العراقي. هذا البرلمان الآن فقد شرعيته، الآن لم يصبح ممثلا للشعب العراقي بعد أن الشعب العراقي كله ينتقده الآن ولم يقدم شيء. بعض البرلمانيين الآن من بعض الكتل ظهروا على فضائيات ويتحدثون، لا زالوا يتحدثون بمنطق التنظير، وكأن الشعب العراقي مل من قضايا التنظير. احنا نريد الآن نتائج، احنا نريد الآن خطوة باتجاه إصلاح الوضع، يعني رفع الاستثناءات وجعل العراق يسير كله بخط شروع واحد، والعراقيين الآن ينتظرون إصلاح على أقل تقدير للحفاظ على أموالهم، أموالهم اللي تنهب بشكل ممنهج ولا زالت. أيضا قيادة عمليات بغداد تعلن إغلاق المداخل أو مداخل العاصمة بغداد وتسمح بالخروج فقط، أيضا يعني كيف تتحدث عن هذا؟ هذا إجراء أمني سليم طبعا، يعني الآن هناك بعض القلق في بغداد والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية مشغولة في تأمين يعني كثير من الأهداف الحيوية داخل العاصمة بغداد، وهي ليست بحاجة إلى مفخخة تأتي من خارج العاصمة أو أحزمة ناسفة تدخل، خاصة وأن داعش بارعة في استخدام هذه الوسائل من المناورة في الوصول إلى أهداف مهمة في ظروف حساسة مثل هذه. بالتأكيد الوضع لا يتحمل انفجارات ولا يتحمل تدخل بعض الجهات التي تسيء إلى الأمن، هذا إجراء جدا طبيعي ونؤيده تماما،
والأخوة اللي قادمين إلى بغداد في أي ظرف من الظروف بإمكانهم تأجيل سفرتهم يوم أو يومين. شخصيات عراقية تطالب السيد مقتدى الصدر بإصدار بيان، وذلك من أجل احتواء الأزمة وكذلك تدارك الأوضاع الراهنة. بالتأكيد يعني اللي يطالبون السيد مقتدى الصدر بتدارك، ماذا يتدارك يعني؟ لماذا هم لم يتداركوا وهم جالسون في البرلمان وفي أجواء مريحة وهناك قناني مي قريبة من كل برلماني وبرلمانية، استخدموها في القتال مرات عديدة، ومايكات أمامهم، ولا يجتمعون في قاعة لاتخاذ قرار يعرفون أن هذا القرارات التي يتخذونها هي بصالح الشعب العراقي؟ يعني يتحدثون عن أن التكنوقراط لا يستطيعون إدارة دولة وليس لديهم خبرة، وهؤلاء الذين يعملون في السياسة الآن ولا واحد فيهم كان سياسي قبل 2003 ولم نسمع عنهم حتى، والآن يتحدثون عن الخبرة عن أستاذ بالجامعة لديه خبرة 40 أو 50 سنة في التدريس وأيضا في كثير من الأماكن التي عمل فيها في اختصاصه، وآخرين يتحدثون عن فلان لا يمتلك أيضا دراية في إدارة كذا وزارة وفلان وزارة، واشتغلت الانتقادات ووضعوا هؤلاء أمام الجمهور بطريقة الإساءة، وتدخلوا حتى في حياتهم الشخصية وفي تاريخهم المهني، ويتحدثون عن وساطة للسيد الصدر لتهدئة الأوضاع. أنتوا هدوا الأوضاع، الأوضاع بيدكم يعني، هي الآن بيد البرلمان، وعلى البرلمان أن ينعقد الآن لكي يكون بمستوى الأحداث اللي يعيشها العراق، وأن يقوم بتعيين وزراء ويتخلى عن قضية المحاصصة سنتين حتى العراق يشوف الفرق بين الوزراء اللي سرقوه والوزراء الآخرين اللي ما منتمين للأحزاب. وأيضا السيد العبادي عليه أن يعلم بصراحة أمام كل الناس أنه منذ هذا اليوم لا ينتمي إلى حزبه، وإنما ينتمي إلى التحالف الوطني، والتحالف الوطني ليس حزبا، التحالف الوطني هو مجموعة أحزاب وكيانات سياسية وائتلافات لإدارة العملية السياسية بطريقة تطمئن الآخرين ونعبر هذه الأزمة. يعني هل في هذا إشكال أو في هذا مصيبة يعني؟ ولكن يعني بالتأكيد قضية المحاصصة والعين على الوزارة والوكيل والمفتش العام والسفير والمدير العام وقيادة الدولة العميقة هي الأهم بالنسبة للكثيرين، أهم حتى من مستقبل البلد. أيضا قيادة عمليات بغداد تنفي وضع حظر للتجوال أو فرض حظر للتجوال في العاصمة بغداد، يعني برأيك كان الأولى من قيادة عملية بغداد أن تضع أو تفرض حظر للتجوال، أم أنه هذه هي خطوة صحيحة؟ يعني هي كل مظاهرات يم حيدر دبل جاب حظر التجوال على الموضوع، يعني ما كفانا حظر تجوال 11 سنة، 11 سنة كانت بغداد تحت حظر تجوال ليلي، والآن يعني شوارع بغداد تقريبا شبه فارغة، وهناك زيارة، وهناك أيضا قطع لكثير من الشوارع والجسور لفسح المجال للزائرين للذهاب لزيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. فلا أعتقد أن هناك ضرورة لقضية حظر التجوال. أمامي 5 دقائق، خلنا نسولف بيها يعني نصف هذه الخمسة دقيقتين ونص، خلينا نسولف بها عن دور الإعلام المغرض الأصفر الذي دائما وأبدا يدس السم بالعسل. يعني ما أن دخل المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء حتى ظهرت بعض الفضائيات العراقية قد والعربية تتحدث على أن هذه ثورة الجياع والحكومة 13 سنة تجوع الشعب. نعم هناك أخطاء، نعم هناك النات مثل ما ذكرت وذكرنا في كل حلقات برنامج للإصلاح عنوان وكل البرامج التي يصدح صوتها عالٍ في قناة بلاد الفضائية، هذا لا ينكر، ولكن شوف الأبعاد سيادة اللواء. وأيضا تتحدث على أن الأمم المتحدة تغلق مقراتها في العاصمة بغداد، وما هي إلا دقائق حتى تحدثت الأمم المتحدة عن لا وجود لمثل هذه الأخبار ولا صحة لها. تفضل سيادة اللواء. طبعا احنا نتوقع اي شيء يصير بالعراق حتى لو كان ايجابي يتم تفسيره بشكل سلبي، هناك صوره تتحرك وهناك تعليق، التعليق اذا كان غير منصف. يعني اولا سيد مقتدى الصدر بكلمته من الواضح وبصريح العباره لم ينتقد الدكتور العبادي ابدا، لم ينتقده،
يعني على العكس، يعني أظهر السيد رئيس الوزراء بمظهر أنه يريد الإصلاح، وهناك من يعيق الإصلاح من الكتل السياسية والمقصود فيها البرلمان. ولهذا عندما دخل التيار الصدري إلى المنطقة الخضراء لم يكن الهدف هو إسقاط الدولة أو الحكومة مثل ما صرح البعض، وأحدهم يقول أن الدولة ستسقط هذا اليوم، وبالتأكيد يعني هذا الموضوع مضحك. يعني الدولة تسقط، أولا الدولة لا تسقط في المنطقة الخضراء تمام، يعني رئيس الحكومة موجود في الخضراء، ولكن كل وزارات العراق هي خارج الخضراء أو معظمها، وبإمكان السيد رئيس الوزراء أن يمارس دورة كقائد عام قوات مسلحة من أي مقر قيادة عمليات. يعني هو احنا مو مثل عام 70 و80 عندما يحتلون إذاعة أو تلفزيون تسقط الدولة، الآن هذا الموضوع تم تخطيه. يعني ولا توجد دولة تسقط باحتلال فضائية أو الدخول إلى مقر حكومة أو ما شاكل. هذا الموضوع الموضوع أكبر من هذا بكثير. ثم أن المتظاهرين لم تكن لديهم أي نوايا للإساءة لمؤسسات الدولة، ولم يحصل شيء، مجرد الدخول للبرلمان هو كان تعبير عن احتجاج الناس وامتعاضهم من أداء البرلمان السيء، وهذا واضح. يعني برلمان منقسم على نفسه لا يستطيع أن يتحرك، مشلول، إضافة إلى كونه هو كان يعني منذ سنوات، يعني قانون المحكمة الاتحادية مر عليه الآن بحدود 8 سنوات ولا 9 سنوات ولم يمرر، قانون النفط والغاز، قانون الأحزاب القرى ولم يعمل به، المساءلة والعدالة لم ترفع ولم تقيد، ولا 4 موظفين بالمساءلة والعدالة يديرون الدولة بكاملها، يأثرون في الانتخابات، في التعيينات، على الوزراء، كابينة وزارية يحيلونها إلى 7 موظفين بدرجة مدير عام حتى يقررون هذا الوزير يصلح أو لا يصلح. يعني الدولة يراد لها الكثير من العمل، والبرلمان لا يعمل، وكل الشغل والعمل هو والصلاحيات بيد البرلمان، والبرلمان مشلول. بالتأكيد يتم تصوير هذه الأمور من وجهات نظر متعددة، ويظهرون الدولة بالتأكيد. يعني قضية التظاهرات ليست يعني حدث عابر، يعني حدث مهم تمام، ولكن إظهاره بهذا المظهر ومن على غير حقيقته هو واحد من يعني الأمور اللي تعودنا عليها في الإعلام بتوجيه ضربات متعددة. يعني العراق، أنا أتذكر في وزارة الداخلية في إحصائية كان يتعرض أيضا. يعني قبل لا أسأل السؤال الأخير في حلقة هذا اليوم لحضرتك سيادة اللواء، طبعا نرفع القبعة لكل الجهود المبذولة من قبل كل منتسبي القوات الأمنية العراقية من جيش وشرطة، لحد هذه اللحظة لم نسجل أو تسجل أي عملية خرق، وبالتالي هذا إن دل على شيء فإن يدل أن المؤسسة الأمنية في العراق وضعت قدمها في الطريق الصحيح، وهي ما زالت تثبت أركان وقوفها. هذا أولا. أما فيما يتعلق النقطة الأخيرة، يعني بعجالة تتحدث عن القوات الأمنية، بقانا وقت قليل سيادة اللواء، ولكن النقطة الأخيرة، وين مشكلة العراق؟ بالتكنوقراط، بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، أم المشكلة في شكل النظام السياسي العراقي برمته؟ هو شكل النظام السياسي بالتأكيد، يعني رد دستورنا ونظامنا السياسي بني على أسس خاطئة، لم يبنى لاحترام إرادة الناس، بني على أساس بعض الموتورين من السياسيين المرضى النفسيين اللي وضعوا دستور متهالك أسس إلى تدمير البلد، وبعض السياسيين من كل الأطراف طائفيتهم وتأريخهم السياسي، وهذا اللي مقتول 2-3 يريد العراقيين كلهم يموتون، هذا مقطوع رجلة لازم العراقيين كلهم تنقطع أرجلهم، هذا الآخر خسر كذا لازم الناس يخسرون، أحدهم يقولون يجب أن يهجر فلان، ويعني كثير من هؤلاء الذين لم يكن لهم بناء يعني رؤية في مشروع دولة، بل كانوا جزء من عقلية المافيات التي تدير مؤسسات في دولة سرية. كثير من المسؤولين لم نعرف أسمائهم، أبو فلان الفلاني، شنو أبو فلان الفلاني؟ إحنا بدولة سرية يعني وين قاعدين؟ المسؤول السيفي ما لا يكون ظاهر على الشعب العراقي يعرف من هو، ولا زالوا يعني يتخبون خلف أسماء كثيرة ودون أن يكون هناك وضوح، فكيف ما بالك من مشروع دولة؟ أين هو مشروع الدولة اللي أوصلنا إلى هذا الحال؟ ولهذا يعني ليس فقط في قضية التكنوقراط، وزير يستلم وزارة ب10 مليون دولار و20 مليون دولار يبيعها إلى بطريقة يعني مذلة للعراقيين، وهو يقوم بسرقة الوزارة
لتسديد ديونه والقيام بجني أرباح. استثمارات بالسرقة أصبحت وزارات العراق بهذا المستوى. بالتأكيد الأمور تصل إلى هذا الحد وأسوأ. من القلب تقدم بالشكر الجزيل لسيادة اللواء عبد الكريم خلف، شكرا جزيلا لانضمامك اليوم معنا في برنامج الإصلاح عنوان عبر الأقمار الصناعية، وأيضا شكر موصول لكل من شاهد وتابع حلقة هذا اليوم. يا رب الخير والفرح والسعادة لكل أبناء العراق، وإن شاء الله هذه التظاهرات تبقى سلمية، لا اعتداء على أي شخصية ولا نهب ممتلكات عامة من قبل المندسين من أعداء العراق. إحنا مع التظاهر السلمي الشفاف دائما وأبدا. كل سبت وأربعاء، حسام البهادلي، إلى اللقاء.